أشاد أعضاء البرلمان العربي بالتطور الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في ترسيخ دور ومكانة مملكة البحرين على الصعيدين العربي والدولي، مثمنين دعم جلالته الدائم لعمل البرلمان العربي. أشاد أعضاء البرلمان العربي بالتطور الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى الذي رسخ دور ومكانة مملكة البحرين على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ورسم خارطة الطريق لأهداف تنموية شاملة حققت الازدهار والتقدم والنهضة لمملكة البحرين في كافة المجالات، وعمق الديمقراطية وحقق المساواة بين أبناء الشعب البحريني. أرفع معايات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة الممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وذلك في اختيار معالي النائب الرئيس الأخ عادل بن عبد الرحمن السومي، وثقتكم أخواني وأخواتي معالي النواب فيه ليترأس البرلمان العربي للفصل التشريعي الثالث. إننا بدورنا نشكر جلالة ملك البحرين حفظه الله، ونؤكد له ولكل القادة العرب أننا سنظل السند الشعبي الدائم للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والحارس الأمين على وحدتنا في مواجهة أطوار وتدخلات خارجية تستهدف تهديد أمتنا وتقسيمها لخدمة. وثمن أعضاء البرلمان العربي الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، دعما لقضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك. ونشكر له صاحب الجلالة وقوفه ودعمه للبرلمان العربي، ونشكر كل من أرسل يهنئ ويبارك ويدعم البرلمان العربي. وما ذلك الا داعي لبذل الجهود خلال المرحله القادمه ان شاء الله تعالى، والنهوض بمستوى البرلمان العربي الى مستوى افضل مما كان عليه سابقا. فهذه رساله لنا جميعا، وان شاء الله تعالى نحن كاعضاء برلمانيين نتحمل تلك المسؤوليه باذن الله تعالى. جلاله ملك البحرين في دعمه وتأكيده على البرلمان العربي ودعمه للسيد الرئيس ممثل لدولة البحرين في هذه المرحلة، إنما يدل على حرص القيادة البحرينية على دعم البرلمان العربي وأهميته ودوره في المرحلة المقبلة في توحيد الرؤى العربية وتوحيد مشروع عربي اقتصادي شامل يؤدي إلى تنمية مشتركة بين الدول العربية بإذن الله. وأكد أعضاء البرلمان العربي أن الاهتمام الكبير الذي يحظى به البرلمان العربي من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعكس الدور الفاعل للبرلمان العربي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والدفاع عن قضايا الأمة العربية، معربين عن الشكر والتقدير لهذا الاهتمام الذي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بعمل البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.